والعرب يرون ويسمعون ولا يتحركون، لا يتحركون، وإذا تكلموا فكأنهم قد أخذوا حقنة من الأفيون، كلامهم خارج عن السياق، مشرب برائحة النفاق، بعيد عن العزة، مجاف للدين، ليس له صلة بروح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء، ما سأقوله ليس نقصا من فلسطين أو حقدا أو أريد لها التدمير، بل العكس هو الصحيح، وإنما لا بد من المحايدة لكي يمكن لشخص ما أن يعبر عن رأيه. المهم، أريد فقط أن أذكر الغافلين أو أصحاب الذاكرة الضيقة أو البسيطة، وكذلك الشباب الذين لم يكونوا حاضرين في ذلك العهد، وأقول لهم لما قررت الولايات المتحدة وحلفائها ضرب العراق آنذاك، ماذا جرى أو ماذا وقع؟ أولا، اتهموا العراق بأن لديه أسلحة الدمار الشامل زورا وبهتانا، كما اعترف بذلك وزير بريطانيا توني بلير مؤخرا. تقريبا نفس الشيء كما نرى في هذه الحرب الآن بين الفلسطينيين واليهود. قبل الهجوم اجتمع مجلس الأمن، واجتمعت منظمة التعاون الإسلامي، واجتمعت منظمة الدول العربية، والكل لغى بلغوه آنذاك، والنتيجة صفر. اجتاحت أمريكا العراق هي وحلفائها، فماذا فعلوا ليكسبوا عطف المجتمع؟ بدأوا يروجون بأن العراق حطم طائرات أمريكية وطائرات فرنسية وبريطانية، وأن العراق قتل آلاف من جنود التحالف إلى آخره، وخرج آنذاك وزراء ومسؤولين عراقيين ليقولوا أمام الكاميرات لقد دمرنا وحطمنا وقتلنا الآلاف وأسرنا كذا وكذا، تماما كما يفعل مسؤولي حماس وغيرهم من الفلسطينيين الآن. لكن الحقيقة غير ذلك، لأن العراقيين هم من يموتوا ويعذبوا ويغتصبوا آنذاك، وأن المنازل والمنشآت العراقية هي من تدمر وتحطم على ساكنيها وليس العكس. وأقول لكم لا وألف لا لأولئك المحرضين على هذه الحرب أو بهتان أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، كأولئك الذين يجلسون فوق كراسيهم وراء مكاتبهم من خارج فلسطين ويهلوسون ويخططون أو يقدمون خطط في الخيال، أو الذين يقولون إن حماس هزمت أمريكا، أو أولئك الذين يشتمون حكام العرب والمسلمين، خطباء ووعاد ودعاة. فهذا الذي سمى نفسه أمير المؤمنين في المغرب عربية وإسلامية، ليس باستطاعتها أن ترسل شربة معين إلى غزة. 22 دولة عربية وإسلامية، ليس باستطاعتها أن ترسل كسرة خبز إلى غزة. ألا قبح الله وجوهكم؟ ألا قبح الله وجوهكم؟ هؤلاء الخطباء والوعاظ والدعاة لابد أن يجعلوا حدا لتلك التصرفات القبيحة والغير مشرفة لهم. أولئك الذين يشتمون ويسبون لا أصل لهم، ومنهم من شتم حتى الشعوب العربية مع الأسف. يا أهل الله، فكروا وانظروا في من حولكم واعلموا أن هذه الروابط وهؤلاء العلماء وهؤلاء الحكام كلهم من الغثاء. وإليكم ما كتبته بعض الجرائد وبعد ما نشرته بعض القنوات وصرخات الخبراء أو صرخات الفلسطينية أنفسهم. أطباء بلا حدود، آلاف الأسر في غزة تحاول الوصول لمكان آمن والطواقم الطبية منهكة. في إسرائيل يقولون، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب الصعبة التي تخوضها بلاده ضد حماس سجلت فيها خسائر مؤلمة أيضا. وتذكروا ما قلته لكم في قضية العراق، كيف تبدو صورة الوضع الإنساني في غزة بعد 26 يوم من الحرب والحصار؟ يخضع قطاع غزة منذ 29 الأول أكتوبر إلى حصار مطبق من إسرائيل التي حرمته من إمدادات الماء والكهرباء والوقود. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن نحو 1,400,000 شخص، أي أكثر من نصف سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم، ويحتمي قرابة 700,000 شخص منهم بمباني تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية لورنوا. وهنا
تدخل الفيروس الذي شعل الحرب وهو إيران. وقال وزير خارجية إيران حسين أمير في مقابلة تلفزيونية الاثنين إن اتخاذ أي إجراء استباقي خلال الساعات المقبلة محتمل. إيران هي من شعلت فتيل الحرب، وهذه الحرب كما تشاهدون وكما تسمعون وكما ترون كل الدول الغربية وبعض الدول العربية في صف إسرائيل. لعالم الزلازل الهولندي غريفيث على الحرب بين إسرائيل وحماس متوقعا اختفاء قطاع غزة عن الخريطة قريبا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وتوقع أن يختفي القطاع عن الخريطة قائلا سيتم ضم غزة لتصبح إسرائيل، وقال تذكروا كلماتي. وصل جيش الاحتلال اليوم الجمعة قصف الأحياء السكنية مما أسفر عن شهداء جدد، وكان عدد الشهداء منذ بدء العدوان قد ارتفع أمس إلى 9061 معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 22,000 مصاب وأكثر من 2,000 مفقود. إلى أين نحن ذاهبون يا حماس؟ وفي كلمة صوتية قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن المقاومة دمرت ما قوامه كتيب الدبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من جنود الاحتلال. اتقوا الله اتقوا الله، إن هذا التشهير أو الإشهار ليس من مصلحتكم. هذا يزيد تضامنا للغرب، تضامنا لإسرائيل من طرف الغرب والولايات المتحدة، إن لم أقل العالم كله ما عدا بعض الدويلات. لا بد من التذكير من هو إسماعيل هنية الذي يتكلم ويحرض من تركيا أو قطر ويحرض على الحرب، وهو لا يعرف ما هي الحرب وما هي قيمة الحرب، أو ربما يعرفها ويتجاهلها. فالذين يموتون هم أبرياء، والذين يموتون هم شباب، شباب يا عباد الله، شباب فلسطين، شباب فلسطين. إذا ضاع الشباب فمن يبقى في فلسطين؟ الشيوخ؟ ذلك ما تريده إسرائيل وبعض الدول. المهم انتخب إسماعيل هنية الذي يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017، وما يهمنيش التاريخ دياله. وفي 2006 تولى رئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس المفاجئ في الانتخابات، إلا أن التفاهم مع حركة فتح التي تزعمها رئيس السلطة محمود عباس لم يستمر طويلا. فاستولت حماس على قطاع غزة بالقوة في العام الموالي، هي في 2007. حماس قسمت فلسطين. كل ذلك من تخطيط إيران التي قسمت لبنان ووضعت على رأسها على رأس ذلك الجزء الذي قسمته أو اختطفته أو اغتصبته من لبنان، وضعت على رأسه ذلك الحزب الذي يسمى حزب الشيطان. ولكل من يتبجح بإيران فليعلم أن إيران لا يأتي من ورائها خير، بل تقسيم البلدان العربية والمسلمة، تقسيم البلدان العربية والمسلمة، وتحريض على قتل العرب والمسلمين. هذا الهنية قال نحن على موعد مع النصر العظيم، وتابع طفح الكيلي ولا بد من استكمال حلقة الانتفاضات والثورات بمعركة التحرير. هو جالس في مكتبه ويعطي النصائح دائما. في السيد هنية قدرت صحيفة دي تايمز ثروه رئيس المكتب السياسي لحماس بنحو 4 مليار دولار. وقال لها او قالت له او جرت له لسانه الصحيفة نفسها حيث اجرت معها مقابلة قبل عام، ان ايران تمول قادة الحركة الفلسطينية بما قدره 100 مليون دولار سنويا. واخيرا هذه نصيحة لوجه الله، اوصوا او امنعوا خطباءكم ووعاظكم ومسؤوليكم والغير مسؤولين منكم ان يكفوا عن انتقاداتهم وشتمهم للعرب ولحكام العرب، فمنهم من وصفهم بالنساء، ومنهم من وصفهم بالكراكيز، ومنهم من شتمهم، ومنهم من وجه شتمه ل 22 دولة وقال في حقها ألا قبح الله وجوهكم مرتان،
وفي الأخير تطلبون مساعداتهم وتتوددون إليهم. تبا لكل من لا يقف مع شعبنا في غزة ويوقف المجزرة. تبا لهذا المنبر. إنما فكيف تريدون مساعدة من تشتمونهم؟ اتقوا الله في أنفسكم أولا، ولا تتسرعوا بالتشهير بأنكم هزمتم أمريكا وهزمتم الغرب وأنتم تعلمون أن ذلك من سابع المستحيلات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.